بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، ويا رب تبقوا بخير. السنه بتقرب يا مستر محمد، ويعني احنا كنا بنقول ان احنا هنعمل فيديو نقول لكم فيه نظام شغلنا. طبعا دي ايه ده؟ السلام عليكم. نعم معاكم. طب مين حضرتك؟ انا علي. ازي حضرتك؟ ازيك؟ ماشي كل حاجه، بس انا معاك. انا عاجي معاكم كده. تيجي مع مين؟ معاكم. طبعا نرحب بدعان بمستر علي سلامه، يعني وسنه سعيده عليكم يا رب في ثانوي. احنا كنا عايزين نقول انا اقول كل سنه وانتم طيبين. اتفضل يا باشا. ان شاء الله تبقى سنه سعيده عليكم وعلينا كلنا. ما تبصريش بقى، ماشي؟ وتبقوا ان شاء الله كل واحد فيكم يحقق اللي هو عايزه وبيتمناه. اتكلموا انتوا كده. طيب مستر علي، احنا كنا هنعرف اولى ثانوي احنا هنعمل ايه، بس حضرتك المفروض يعني انضمام مستر علي لينا ده شرف كبير طبعا. تحت تهديد السلاح. فيعني اي حاجه يقولها مستر علي سلامه. صح بالظبط. الله ينور. يعني مامي. مع السلامه يا رجاله.